قدم رئيس بعثة إصلاح المؤسسات جبير يونس حصيلة عن نتائج جولته التي شملت عدة أقاليم شمال البلاد. الجولة هي جولة مفيدة لأن الحكومة في البداية الانتخابات الفاتت قامت رئيس الجمهورية ذات علن لأن في البرنامج أن السياسة حددت يكون تغيير في الصفة واسعة بما يخص الحكومة ذات الإدارة ذات بصفة عامة، ودخل بعد ما انتخبوا كون مكتب هو كوميتي، هو الكوميتي التكنيك اللي نحن عضو فوق. في جولتنا ده أننا لازم ناخذ الرأي، أنا ناس شاركوا لأن هم المشاركين ده جايين من ياتو كتير مخلوق في إداريين، في شيوخ تقليديين، في شباب، في نساء، في أحزاب السياسية بصفة عامة، أحزاب المعارضة أيضا شاركوا معنا. بالنسبة للعدالة في تغييرات عشان ده ورينا في بروجي أنا لوع عشان يخلي الإداريين يخدموا بنية صالحة ومخلصة عشان بلدنا تمشي قدام.